الفنان إسماعيل فرغلي بعد نجاحه الكبير في السينما والدراما التلفزيونية واللي قدم أعمال مميزة جداً كان آخرها دوره في مسلسل مكتوب عليا، قرر أنه يجمع فرقته الموسيقية في أحد استديوهات الصوت عشان يستعيد الذكريات الجميلة، وجت زارتهم الفنانة أيتن عامر وغنت معاهم شوية. وده الفيديو الحصري اللي مش هتشوفوه في أي حتة تانية غير عندنا هنا في الإبداع في مصر. الخطوة دي والزيارة اللي وثقناها حصريا بالفيديو، قرر الفنان إسماعيل فرغلي انه يرجع فرقته بشكل رسمي للساحة الفنية، كمان عشان يستعد لتقديم اول حفلات فرقة ابو إسماعيل في ساقية الصاوي. شفت الحركة دي؟ ايه ده اسماعيل الجمال اللي انت فيه ده؟ احب اشكر في نفسي يعني. سلام عليكم، والله ما انتوا قايمين. انا اسمي اسماعيل فرغلي وبلعب درامز من زمان، وحاجه انا بحبها، فقررت ان احنا نعمل فرقه اسمها ولاد ابو اسماعيل، بالنوم مش باللام. فاي حد من حضراتكم اللي سامعني عنده موهبه الغناء، صوته حلو بس مش زي طبعا، او بيعزف، يبعت لنا فيديو لمده دقيقتين مش اكتر، ابتداء من 4 اغسطس لغايه 15 اغسطس، واحنا بعد 15 اغسطس ان شاء الله ربنا يدينا ويديكم طولة العمر، هنبعت لكم على حسب العدد اللي موجود. اذا كان العدد قليل هنبعت اسرع، اذا كان عدد كبير هنبعت بعديها بشويه. ان شاء الله في انتظاركم وانطلاقه فرقه ولاد ابو اسماعيل. وحشني وان شاء الله اشوفكم على خير. سلام عليكم.